أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال حديثنا في باب التمحيص والامتحان من كتاب الكافي الشريف الحديث الثالث من احاديث هذا الباب عن المنصور قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يا منصور إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس ولا والله حتى تميزوا ولا والله حتى تمحصوا ولا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. فلسفة الامتحان هي حكمة من الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى خلقه. وهناك آيات متعددة في القرآن الكريم تدل على أن الله سبحانه وتعالى يمتحن خلقه. وهذا الامتحان فيه أغراض متعددة. منها تمحيص المؤمنين والتمحيص بمعنى تخليص الذهب من الشوائب التي علقت به قد يكون الذهب تعلق به بعض الشوائب فيراد تصفيته من تلك الشوائب فيلقى في النار فتنفصل الشوائب من الذهب هذا هو التمحيص. بعض المؤمنين هم إيمانهم حسن وعملهم حسن إلا أنه علقت بهم بعض الذنوب، والله سبحانه وتعالى يريد تصفيتهم من تلك الذنوب لألا تؤثر في درجاتهم في الآخرة، فلذلك يمحصهم يعني يبليهم بالبلاء وتارة الغرض من الامتحان التمييز لأن المؤمن والمنافق قد يختلطون لأنه تربوا في مجتمع واحد لكن احدهما مؤمن والاخر منافق وقد تجد اخوين هكذا من اب واحد وام واحده فالله سبحانه وتعالى يريد تمييز المؤمن عن المنافق وهذا يكون حين الامتحان وتارة الله سبحانه وتعالى يريد اظهار باطن الناس وهذا يكون عبر البلاء لان البلاء من البلو البلو يعني الظهور تقول ثوب بالي لانه يحكي ما تحته فالبلو بمعنى الظهور البلاء يظهر حقيقه الانسان وهذا من نعم الله على الإنسان لأنه أحياناً الإنسان في ذاته خلل وهو غير ملتفت إلى ذلك لأن الإنسان يحب نفسه وحب الشيء يعمي ويصم فقد لا يلتفت إلى عيوب نفسه فالله سبحانه وتعالى يبلوه ليلتفت إلى عيوب نفسه فيصلحها. تشوف واحد مثلا يتصور هو شجاع مثلا هذا كمثال لتقريب الفكره يتصور هو شجاع لكن في موقف صعب يشعر بالخوف يلتفت الى انه ليس بشجاع مثلا فهذا التفاته يكون نعمه له لكي يصلح هذا الخلل الذي يوجد في نفسه على كل حال بلاء اختبار امتحان تمحيص تمييز هذه من فوائد الصعوبات التي يقدرها الله سبحانه وتعالى للناس والجنه اعظم ثمن وكلما كان الثمن اعظم كان ما يدفع في قباله اصعب اذا واحد يريد يصير عامل في البلديه لكنس الشارع هذا لا يحتاج له اي تقابليه لا قابليه علميه لا قابليه فكريه لا قابلية جسدية وانما بمقدار ان يأخذ المكنسة مثلا ويكنس بها الشارع. طبعا العمل ولو هو في انظار الناس عمل وضيع لكن طلب الحلال هذا شريف الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. لكن اذا الانسان يريد يكون مثلاً طبيب هذا يحتاج لدراسة سنوات يدرس الابتدائية الثانوية الجامعة ويتخصص في مجال عشرين سنة أو أكثر لازم يكون في دراسة حتى يصير طبيب وبعدين هم لما يصير طبيب يحتاج إلى مراحل إلى أن يصير طبيب متخصص يحتاج له إلى دراسة طويلة يحتاج له إلى ذكاء إلى قابلية وما إلى ذلك كلما كان العمل أثره أكبر فائدته أكثر مقدماته تكون أصعب هذا اللي يصير طبيب لما تسأله تشوف سنوات دارس تارك لعبة تارك لهوة ليالي ما نايم ساهر يطالع وهو يحب يشوف اصحابه دا يلعبون لكن هو يطالع ليش لانه يريد الثمن الاكبر الجنه هذه اعظم الاثمان فمقابلها يكون صعب إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله يشتري مالك، نفسك، والثمن الذي يعطيك مقابل نفسك ومالك الجنة. فلذلك في صعوبة. الله سبحانه وتعالى يختبر العباد. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: يا منصور إن هذا الأمر أي ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن الشيعة كانوا منتظرين لذلك من زمن رسول الله صلى الله عليه واله، لأن الرسول هو الذي بشر بالمهدي، إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس لانه الامر عندما يطول البعض ييأس، وهذا اليأس سبب خروج البعض عن الدين. المؤمن قوي الايمان هو الذي يثبت، هو الذي لا ييأس. لا يأتيكم الا بعد اياس، اما اياس من اصل الظهور، يعني واحد بسبب الصعوبات والمشكلات والشبهات أصلا يكذب الله والرسول مثل ما هذا الزمان نشوف هسه البعض يجاهر بذلك البعض لا يجاهر بذلك ولكن في قلبه هكذا تشوف عملا ما إلى شغل لا بالله ولا بالرسول ولا بالدين ليش لأنه قد يأس والبعض يمكن ما ييأس من اصل الظهور لا ييأس من ادراكه. والانسان اذا هو يأس من شيء ما راح يهتم به. لذا الله سبحانه وتعالى اعتبر اليأس من رحمته من الكبائر انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اذا واحد يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى هذا الانسان تشوفه يرتكب كل جريمة. يقول هذا هالشكل كلامه يقول ما دام أنا داخل في جهنم هذا كلامه هكذا يقول فلنفعل ما نشاء نلتذ بدنيانا أكو بعض الفسقة والفجرة هكذا مرتكب بعض الجرائم الكبيرة مثلا كالقاتل وما إلى ذلك بعدين ييأس من رحمة الله يقول هسه أنا يعني داخل جهنم داخل جهنم زين فلماذا لا أتمتع بدنياي هكذا يزعم؟ مع أنه الله سبحانه وتعالى يقول لا تيأسوا من رحمة الله، إذا الإنسان مرتكب أكبر الجرائم وتاب إلى الله توبة وتاب الي الله توبه نصوحة الله سبحانه وتعالى قد يغفر له إن الله يغفر الذنوب جميعاً. لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه. الله ليش خلقنا؟ يحتاج إلنا؟ لا يحتاج إلينا. وإنما الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا. طريق نيلنا الى هذه الرحمة ان نعبد الله سبحانه وتعالى، وان نطيعه، وان نمتثل اوامره. فلذلك الطريق مفتوح، الله جعل التوبة، جعل الحسنات تذهب السيئات، ان الحسنات يذهبن السيئات. على كل حال ان هذا الامر لا ياتيكم الا بعد اياس. ولا والله حتى تميزوا التمييز شنو هو يميز المؤمن من المنافق يميز الإنسان القوي الإيمان من الإنسان الضعيف الإيمان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى على حرف على طرف لما خير خلص هو مع الدين لكن لما تجي صعوبة يترك الدين، خسر الدنيا والاخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا هو التمييز، تمييز المؤمن من غير المؤمن. ولا والله حتى تمحصوا. التمحيص شنو هو؟ تخليص المؤمن من الشوائب، من الذنوب. بعض الناس يقولون لماذا يكثر البلاء على المؤمنين؟ من جملة السبب التمحيص. أنت المؤمن قد ترتكب ذنباً مع زوجتك، مع ابنك، مع مجتمع مجتمعك مع إنسان آخر فالله يريد يطهرك هذا هو التمحيص تارة الابتلاء ليس لأجل ذنب ارتكبه الإنسان وإنما الله سبحانه وتعالى يريد يرفع درجات هذا الانسان انسان مؤمن مثلا هذا بعمله بفضل من الله سبحانه وتعالى يستحق مثلا درجه في وسط الجنه الله يشوف هذا الانسان يستاهل اكثر ليش يكون في وسط الجنه يكون في اعلى الجنه لذا يبتليه لما يصير الابتلاء التوجه الى الله من امثال هذا الانسان المؤمن يصير اكثر يدعو اكثر يصلي اكثر قلبه يرتبط بالله سبحانه وتعالى اكثر بهذه الاعمال ترتفع درجته يعني هو انسان مؤمن يصلي يصوم يؤدي حقوق الله لا يرتكب المحرمات يؤدي حقوق الناس يعيش حياه طبيعيه اكو بعض المؤمنين هكذا مؤمن عادل لا يرتكب المحرمات لكن يعيش حياه طبيعيه يستحق بفضل الله سبحانه وتعالى درجه في الجنه الله يشوف هذا يستاهل اكثر فلذلك يبتليه فهذا يدعو الله اكثر يتوجه الى الله اكثر بهذا التوجه بهذا الدعاء بهذه العبادة درجات ترتفع أكثر هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمن لذا في الحديث إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل زين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لماذا الله سبحانه وتعالى يبتليهم؟ هل لتمحيص؟ كلا، ما إلى الذنب حتى يطهر من ذلك الذنب، وهو في قمة الإيمان، لكن الله سبحانه وتعالى يريد يرفع درجته أكثر فيبتليه. الإمام الصادق يقول ولا والله حتى تميزوا ولا والله حتى تمحصوا ولا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد يعني هذا الامتحان يسبب ظهور جواهر وحقيقة الناس فيسعد بعضهم ويشقى بعضهم الحديث الرابع عن معمر ابن خلاد قال سمعت أبا الحسن سمعت أبا الحسن عليه السلام الظاهر أنه هو الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لأن معمر ابن خلاد من أصحاب الإمام الرضا سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في هذه الآية ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون في سورة العنكبوت الفتنة شنو هي؟ الفتنة اكو ذهب مغشوش، تريد تفصل الغش من الذهب، تلقيه في النار، هذا شبيه التمحيص، تلقيه في النار فينفصل الذهب من الغش اللي فيه، لأن الفلزات. هذه درجة ذوبانها تختلف. فاذا خلطت الذهب مثلا بالنحاس بالحديد فعندما يصلب تشوفه بصورة الذهب لكن هذا ذهب مغشوش. تخليه في النار عندما درجة الحرارة ترتفع في درجة معينة الحديد يذوب فينفصل. في درجة معينة أخرى مثلا النحاس يذوب فينفصل وهكذا. الفتنة الإلقاء في النار يوم هم على النار يفتنون يعني شنو على النار يفتنون؟ يعني يحرقون الله سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم قال لي الإمام الرضا سأله هذا يشوف هذا يعرف معنى الفتنة لو يشرح له ما الفتنة؟ شنو الفتنة؟ قلت جعلت فداك الذي عندنا الفتنة في الدين مو الفتنة في الأمور المادية الاختبارات يمكن اختبارات يكون في الأمور الدنيوية مثلا واحد يريد يوظف يصير موظف يريد مثلا يقبل في مدرسة في جامعة مثلا هذه تجرى عليه اختبارات هذه فتنة في أمور الدنيا هذه ليست مقصودة إنما المقصود الفتنة في الدين ولا فرق في ذلك سواء عبر الأمور المادية أو عبر الأمور غير المادية مثلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثبرات وبشر الصابرين. يعني الله سبحانه وتعالى يبلو الانسان بالخوف تشوف ظالم يسلط، دوله معتديه تهجم، الانسان يخاف هذا النوع من البلاء والجوع لا يجد ما يأكل ونقص من الأموال والأنفس والثمرات المال يقل الأنفس تقل بالقتل والمرض وما إلى ذلك الأشجار تقل ثمارها وبشر الصابرين لازم تصبر حتى الله سبحانه وتعالى يوفي أجرك البعض ما يصبر خلاص صارت له مشكلة وأزمة مالية عاف الدين وراح صار عبيد للظالمين مثلا أشوف كثير من أعوان الظلمة نشأ في بيئه دينيه في مجتمع متدين ابوه متدين امه متدينه اخوانه متدينين لو كان يجد له فرصه ماديه في غير اعانه الظالمين كان يشتغل في تلك الفرصه الماديه لكن ما وجد له فرصه يكسب منها المال الكثير الا ان يكون عونا لظالم خلاص راح صار من اعوان الظلمه هذا اختبار وامتحان وبلاء من الله سبحانه وتعالى. اختبر دينه بامر مادي. تارة اختبار الدين يكون بامر معنوي غير مادي. مثلا يمكن واحد ما عنده مشكلة مادية لا في جسمه لا في ماله لا في اهله. لكن تصير عنده شبهة في فكره. هذا ايضا امتحان مثل هذا الزمان. هذا الزمان كثرت الشبهات. تشوف واحد يشكك في اصل وجود الله سبحانه وتعالى. وموجه الالحاد ولو هي ضعيفه لكن جرفت البعض. واحد اخر يشكك في نبوه رسول الله محمد صلى الله عليه واله، وفي نبوه الانبياء او معاجزهم. واحد اخر يجي يشكك في الائمه عليهم الصلاه والسلام. واحد يجي يشكك في وجود الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. واحد يجي يشكك في الصلاه، واحد يجي يشكك في الصيام، واحد يجي يشكك في احكام الشرع. موجه التشكيكات موجوده. الانسان اذا كان ضعيفا يتاثر بهذه الشبهات. ظاهرها هم لطيف يمكن تجي من إنسان مثقف من إنسان يحمل شهادة عليا يمكن يتجي من إنسان حوزوي مثلا لا فرق في ذلك لأن حبال الشيطان هذه حبال كثيرة يصيد بها الناس هذه الشبهات التي تؤثر في ضعاف الإيمان هذه ايضا فتنه بلاء في الدين لكن ليس بامر مادي بامر غير مادي شبهه فكريه. فقلت جعلت فداك الذي عندنا الفتنه في الدين. الامام صدق قال نعم المقصود بهذه الايه الفتنه في الدين. فقال يفتنون كما يفتن الذهب ثم قال يخلصون كما يخلص الذهب. الشوائب تنفصل إلى النار، والذهب يخلص، المؤمن يتبين جوهره، والمنافق يتبين باطنه السيء، الحديث الآخر، الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب، باب التمحيص والإمتحان. عن أبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر عن أبي جعفر عليه السلام قال إن حديثكم لتشمئز منه قلوب الرجال فمن أقر به فزيدوه ومن أنكره فذروه إنه لا بد من أن يكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة حتى يسقط فيها من يشق الشعر بشعرتين حتى لا يبقى الا نحن وشيعتنا. الانسان قد يالف شيئا، اذا الف شيئا الذي يخالف ذلك الشيء تشمئز نفسه منه، لانه لم يعتد به. شنو هي مشكله الانبياء مع عبده الاصنام؟ عابد الصنم من اليوم اللي فتح عينه شاف هو في مجتمع يعبد الاصنام ابو امه عمه خاله الرجال النساء يعبدون الاصنام فعتاد على ذلك ومن شب على شيء شاب عليه تشوف الله سبحانه وتعالى يبعث نبيا النبي يقول هذه الاصنام لا تضر ولا تنفع بل ضرها اقرب من نفعها هذه ليست الهه الاله هو الله الواحد الاحد الذي ليس كمثله شيء شوف ذولا عبدة الاصنام مع ان الانبياء يخاطبون عقولهم ويخاطبون فطرتهم لكن كانوا يشمئزون من كلام الانبياء انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون او مهتدون في ايه اخرى لذا كانوا يرفضون كلام الانبياء مع ان كلام الانبياء يطابق العقل والفطره كانوا يشمئزون من ذلك الكلام لكن الانبياء كانوا يكررون ويكررون 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 بالتكرار والظروف المناسبه ما تشمئز منه القلوب قد بالتدريج تالفه عباده الاصنام من العرب الجاهليين رفضوا دعوه الرسول صلى الله عليه واله لكن الرسول صلى الله عليه واله اصر واصر واصر الى ان هؤلاء الذين رفضوا هذه الدعوه دخلوا فيها هسه البعض دخل نفاقا لكن بالنتيجه هذه الدعوه الى التوحيد الفوها عبادة الأصنام شوية شوية صارت من الأمور التي تشمئز منها النفوس الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال تجد تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير قال للناس من كنت مولاه فهذا علي مولاه جعله الخليفة له هذا ما متعود على هذا الكلام سامع غير شيء في المجتمع السلطة الأموية تقول غير شيء المجتمع يقول غير شيء فتشمئز منه نفوسهم هسه احنا الآن في الزمن اللي وسائل التواصل الاجتماعي موجودة الانترنت موجود الناس تثقفت الأمية قلت شوف لحد الآن الناس الذين الأشياء اللي لم يألفوه لم يسمعوه تشمئز منه قلوبهم فكيف بذلك الزمان زمان شدة بطش وإرهاب بني أمية إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال زين أنت في تقية في زمن بني أمية بطش شديد كان يقتلون على التهمة والظنة فأنت في هذه الظروف إذا شفت واحد لا فاتح قلبه للحق فمن أقر به فزيدوه شوف أنه هذا يقبل الحق فزيد من الحق ومن أنكره فذروه أنت أمرته بالمعروف، نهيته عن المنكر، ما قبل. بينت له الدليل الحق، ما قبل. اتركه. ليش تتركه؟ لأن أنت في تقية. بعدين هو أثبت أنه ليست له قابلية. ومن أنكره فذروه. بعد ذلك الإمام يقول أنه لا بد من أن يكون فتنة. الله سبحانه وتعالى يختبر الجميع. الاختبار ليس خاصا ببني إسرائيل. حيث عبدوا العجل، ولا خاص باصحاب الرسول صلى الله عليه واله حيث انهزموا في معركة احد مثلا، ولا بالناس الذين عاصروا الائمة، لا، الاختبار في كل زمان، لكل احد. الله سبحانه وتعالى يختبر الجميع، تارة لترفيع الدرجة، تارة للتمحيص، تارة للتمييز، وتارة لجهات أخرى. فالامتحان للجميع انه لا بد من ان يكون فتنه يسقط فيها كل بطانه ووليجه البطانه والوليجه الفرق بينهما ان البطانه بالاصل بعض الثياب يجعلون فيها بطانه هذه تلي الجسم اما لاجل حفظ الحراره او لاجل حفظ جمال القماش مثلا هذه تسمى بطانه في اللغه ثم استعملت للخواص الانسان خاصه اذا كان شخصيه الى ناس مجموعه من خواصه هذه الخواص يسمون بطانه اكو واحد هو مو من القوم لكن دخل فيهم يسمى وليجه من الولوج بمعنى الدخول، فالبطانه الخواص اللي من الانسان، والوليجه الشخص الذي دخل معهم وهو ليس منهم. يسقط فيها كل بطانه ووليجه، حتى يسقط فيها من يشق الشعره بشعرتين، يعني انسان دقيق جدا. انت الشعره تقدر تقسمها قسمين؟ ما تقدر. إلا إذا واحد يكون جدا دقيق عند آلات دقيقة نظر حاد ثاقب يجي يقسم الشعر إلى شعرتين هذا الإنسان الدقيق تشوفه قد يسقط في الامتحان لأنه الدقة في الفكر هذه شيء إيمان القلب شيء آخر بعض الناس يفهم الحق لكن ينكره اكو انسان دقيق جدا لكن يسقط في الامتحان حتى يسقط فيها من يشق الشعر بشعرتين حتى لا يبقى الا نحن يعني الائمه وشيعتنا الشيعة مو معنى الذي يدعي التشيع أو ينتحل التشيع لا الشيعي يعني التابع الواقعي لا يبقى الا نحن وشيعتنا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لمرضاته وللنجاح في امتحاناته. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.